هذا الأسبوع في عالم الفن، نظرة على معرض المالتيتيود في البرازيل، موسيقى عند سفح جبال الألب، وهدية لعشاق الثقافة الإيطالية. ولنبدأ أولاً من الصين، حيث اختار الفنان الصيني لي شي دونغ مواد هشة للغاية لأعماله. نقش لي تصاميم معقدة على قشر البيض، واستخدم صوراً وتصاميم من الثقافة الصينية التقليدية مصدر إلهام له. معرض المالتيتيود أو التعددية في ساو باولو بالبرازيل يستكشف المعرض أشياء مثل الاحتجاجات العامة وحركة الاعتصامات، وذلك من خلال العديد من وسائل الإعلام المختلفة مثل التركيب المتعدد القنوات للفنان التركي كوتلو أتمان، حيث يروي سكان منطقة إسطنبول قصصهم على مجموعة تلفزيونات قديمة. انطلق في سويسرا مهرجان مونتريو لموسيقى الجاز في دورته 48، وهو أحد أكبر المهرجانات الموسيقية الأوروبية، ويعقد المهرجان كل عام على ضفاف بحيرة جنيف، ويمكن لعشاق الموسيقى سماع موسيقى الروك والبوب والبلوز هناك، وإن كان لا يزال يسمى مهرجان موسيقى الجاز. وأخيرا دعم لمحبي الثقافة في إيطاليا، إذ يمكن لمحبي التراث الثقافي في إيطاليا من المواطنين والسياح أن يدخلوا جميع متاحف الدولة مجانا في أول أحد من كل شهر، وعليهم أن يتوقعوا طوابير طويلة.